العالمي لا بتاعنا بالظبط، باشمهندس مهندس وحبيب عادل. قلبنا كلنا المهندس الكبير مهندس عادل القيعي، منور الدنيا يا باشمهندس. الله يخليك، ازيك يا حبيبي؟ اهلا يعني بيك اهلا بيك اهلا بيك، دايما بتنورني وبتشرفني كده وبتشرف بحضرتك دايما. وقول لي طبعا اتمنى ان انا اسمع راي حضرتك في مشكله او المشكله اللي اتصدرت لنا بالظبط باشمهندس، مشكله يعني اللي على باله على خاطر هو منع الجماهير من حضور مباراه الاهلي وبيراميدز. اقول لك ايه، قول لي مش عارفين نلعب ولا مباراه في ظروف طبيعيه، بنظل للحظات الاخيره نقاتل من اجل حقوق ما طلبناهاش، حتى احنا وافقنا على الحقوق دي، احنا كان لنا طلبات تانية هايل وخدنا الموافقات وساعدنا جدا، والجماهير قدمت ملحمه جميله وتناغمت مع قوات الامن، وخارجين بعلاقه رائعه من المباراه الماضيه رغم عدم نجاح الاهلي في تجاوز سان داونز، وقلنا عايزين نبني هذه البدايه الجميله والعلاقه الجميله والتعاون الجميل اللي حصل عشان نبقى داخلين كاس الامم الافريقيه كلنا على قلب رجل واحد. ايه اللي بيحصل؟ الله اعلم. انا ابتديت امبارح الحلقه وانا بقول عندما يعجز المنطق عن التفسير. ما عنديش تفسير الحقيقه، لان في امور يبدو ان احنا مش شايفينها. يعني اتمنى ان خلال الساعات القادمه يكون في موقف يعدل هذا الامر. اتحاد الكوره ما اعرفش قراره ايه، ده قرار امني، ولكن اتحاد الكوره هو اللي بينظم المسابقه، يشوف هو بقى هيتصرف ازاي في هذا الامر، لان تحقيق تكافؤ الفرص احنا في لحظه خلاص كل شيء له تاثير على مسار البطولات. اللي منافسينك استفادوا منه يجب ان تستفيد منه، وهم اللي طلبوا كده، واحنا يعني تمنا هذا الطلب وقلنا ده حق مشروع لكل الناس ان تلعب فيه تكافؤ فرص. ابسط الحقوق. فير بلاي بيقول كده. ابسط الحقوق. لماذا نحول كرة القدم الى لعبة صعبة؟ اصبحت مصدر قلق وازعاج ومضايقة. مش عارفين كل يوم والتاني ايه الظرف اللي ممكن يخلينا نمشي بشكل طبيعي. اتمنى ان يكون في سبب يعني يمكن تداركه، وانما يعني ما اعرفش اقول لك، اصل الصوره مش قدامي عشان اقدر اقترح حلول حتى، انما اللي انا لمسته من كلام العميد مرجان ومتابعتي مع المسؤولين في النادي الاهلي ان هم متمسكين بالقرار السابق باللعب بالجماهير. أكيد. ارجو ان الامور تمشي بدون تصعيد وبدون توترات اكتر من كده، وكل واحد ياخد حقه ونلعب كرة قدم بقى نستمتع بيها كلنا. باشمهندس هسألك سؤال مباشر جدا، يعني سؤال في القلب زي ما بيقولوا، واعتقد ان الجميع قوي تساله لك نفس السؤال ده. الباشمهندس عادل القيعي بخبراتك الطويله بتواجدك كبير جدا في النادي الاهلي، مش زعلان ان النادي الاهلي الكبير ببطولاته بانجازاته بمبادئه بتاريخه بكل حاجه فيه بصراحه بيطالب بابسط حقوقه ومش عارف ياخدها؟ لا يعني طالما النادي الاهلي وجماهيره، يعني انا اجزم لو ان الامن طلب من الجماهير ان تمتثل وتتولى مسؤوليه نفسها وتكون مسؤول عن التنظيم وتخش وتتحقق، والاهلي يضمنهم ومسؤولون يضمنهم، ممكن نصل الى حلول في هذا الامر، لان اللعبه محتاجه الجماهير. ده احنا محتاجين الجماهير ان احنا نشوفها ورا المنتخب قريبا، وكانت دي بروفات جيده اكيد انها توصلنا الى ما نتمناه. ارجو 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 يعني من هنا للصبح يكون في حلول توصلنا باذن الله ان احنا نؤدي المباراه بجماهيرنا والامور تمشي طبيعيه شويه. بشكرك شكرا جزيلا المهندس الكبير مهندس عادل القيعي، شكرا جدا على هذه المداخله. كله بيرفض رفض قاطع عدم المساواه بتكلم